بالنسبة للناس اللي فزات لهم الأضحية واللي تعفنات لهم، واليوم كاين سؤال اللي كيطرحوا عليا الكثير من الأخوات المستمعات، هو هذاك الغنمي منين كيتذبح وكانوا فيه أجزاء اللي فاسدة وأجزاء واحدة أخرى قدروا ينقذوها، يعني قدروا يخليوها، واش يأكلوها ولا ما يأكلوهاش؟ واش إلى ظهر هالتعفن أو ظهرت هالتعفنات في الأضحية العيد، واش اللحم إلى بقى منه شي جزء شي حاجة يتستهلك أو لا؟ نعم. فاحنا يا كثير من المستمعات ديالنا كيطرحوا علينا هذا السؤال، غادي نحاولوا اليوم نتفاعلوا كذلك ونتواصلوا مع طبيب بيطري باش نجاوبوا ونوضحوا هذه المساله. ولكن الا استشرت معك انت دكتور عماد، انت دكتور في الصيدله. نعم، فانا كنقول ان التعفن الا كان عندنا في الاضحيه ديالنا فهو راه كيقيس الاضحيه كامله، لان كاين عندنا البكتيريا غادي تكون باينه وكاين واحد الطرف ديال البكتيريا كتكون انكوباسيون يعني مخبيه ما بيناش. فتفاديا هذا المشكل هذا، لان منين ظهر التعفن يعني عندنا بكتيريا كتدور في هذا اللحم هذا، فمن الاحسن ان نتجنبوه وما ناكلوش. فهذا هو الجواب ديالي باش نحافظوا على الصحه ديالنا، حيث الحفاظ على الصحه ديالنا ولو يكون عندنا شك غير ديال 10% ولا ديال 90% صافي، ما كان خصنا نحيدوا هذا الشك هذا ونتهنا. يعني الانسان ما يخاطرش، ما يقولش هذا الجزء الغنمي راه ولا الحولي ما فيه والو، ما فيه والو، لان احنا ما فيه والو هذه ما يمكنش نقولوها لان ما كنشوفوهاش بعينينا. لان انا متاكد الا زينا واحد الطرف من داك اللحم ومشينا شفناه في المختبر وشفناه تحت المجهر غيبان لينا بان راه فيه بكتيريا. دكتور عماد، واش اليوم مواطن عادي خسرات له الاضحيه ديال العيد ممكن ياخذ هاد اللحم ويديه المختبر ويطلب انه يداروا له تحاليل؟ اكيد اكيد. علاش؟ لان اي واحد عنده اللي عنده الاستطاعه اللي عنده وبغى يفهم، لانه اليوم السلطات المعنيه لحد الان مازال ما خدتش هذا الاجراء. نعم. المفروض خاصو يتخذ هذا الاجراء وطلبوا به الناس، طالبوا به. فمره اخرى اليوم راه النداء يستمر. نعم. الى الجهات الوصيه، المكتب الوطني لصحه الاغذيه والسلامه الغذائيه لونسا، ما يعرف بلونسا، التابع لوزاره الفلاحه، فبالتالي النداء موجه ايضا لوزاره الفلاحه، الاطرد وزاره الفلاحه، احنا كلنا مغاربه، الى طرات لكم تنتوما فانتم ايضا معنيين. المفروض انه بغينا الجهات اليوم المسؤوله تحرك، المكاتب ديال حفظ الصحه. نعم. تابعه للمجالس البلديه، يعني لي كومون اوربان، العمالات، الاقاليم، راه هذا الشيء الناس اليوم تعكر عليهم الجو في عيد الاضحى المبارك. فهاد اللحوم المفروض انها تخاد تمشي عينه منها المختبر باش نشرحوا بشكل علمي ودقيق، لانه حتى المغاربه تعليقات ديالهم تيقول لك بركه راه المغربي عاق وفاق. دابا دايره يعني دايره، دابا ولات دايره قاصت بزاف ديال الناس، ما بقيناش دابا كنهضروا مع واحد. اذا حتى السلطات خصها تتحرك وخصها دير تعاون الشعب شويه كما كنقولوا، تعاون الناس اللي تضروا في هذه الامور هذه، حيت دابا ما بقاش بقاو بحال واحد اش غنقولوا واحد الوباء اللي انتشر. اذا خصنا نحاولوا نعرفوا السبب ديالو باش نتهناو منه. حتى التعفنات ملي كتكون الناس هزوا اللحم ولاحوه في المزابل. نعم. في ما يسمى البركاسات. نعم. كيف كيقولهم الناس بالعاميه ديالنا، واش التعفنات كتقدر تلوث المحيط، البيئه؟ أكيد. الحومه، واش كتقدر تدوز ايضا عبر الهواء؟ عبر الهواء وعبر ما تنساوش الحيوانات، الحيوانات المشرده. اكيد، ان الكلاب والقطط الا مشات تاكلات هذه اللحوم هذه وتسارت في المدينه، وكنعرفوا ان كاينين وليدات صغار اللي كيكونوا كيلعبوا في الزنقه مثلا ولا غير كيدوز حداها واحد الكلب ولا واحد المشغير غادي يقيسوا، كيقدر هذا الوباء هذا ينتشر. هذا هو المشكل، اننا حتى هذه اللحوم هذه خص واحد الطريقه خاصه، يعني الشركات المكلفه بالنظافه تحاول دير واحد التنسيق مع الناس، وهذه اللحوم كيتم يعني التخلص منها وكيتم كيفاش نقولوا الحرق ديالها بعدا، ملي كناخذوها كتحرق باش كنتهناو من هذا الوباء هذا ما كيكونش. اذا حتى هي خصها واحد الطريقه وخصها واحد المعاونه ديال هاد الناس ديال النظافه. وكنتظروا ايضا على انه الجهات المعنيه تتحرك ايجابيا في هذا الاطار وتخرج بنصائح عمليه للمواطنين باش ما يكونش هذا الوباء كيشكل خطر على الصحه الجميع، باش ما ينتشرش مع درجات الحراره.
واش هاد اللحوم خصها تدفن مثلا واحد المسافة معينة من تحت الأرض؟ فهذه كلها أسئلة يعني، وكثير من الأسئلة اللي كيطرحوا الناس ولا جهة معنية تجيب بشكل واضح. ولكن واخا أنت أختي سناء إلا تدفنات غتلوتنا عاوتاني الفرشة المائية. نعم. يعني كتحرق مياه جوفية. كصيدلي كصيدلي وكنقراو السلامة أو السلامة الصحية كيفاش كنتهناو من المواد اللي يمكن لها تضر بصحة المواطنين، خصها تحرق كتمشي وكتحط في واحد البلاصه وكتحرق نهائيا. يعني انسان غيدير محرقه كبيره كاع الناس غيمشيو يحرقوا تما داك اللوحه صافي كيتهزوا كيتحرق داكشي، وكنتهناو من هذاك الميكروب ما كيبقاش، لان كل ما خليناه واخا ندفنوه واخا نحطوه في شي بلاصه بعيده على الناس فغادي تضر البيئه وغيتضروا الناس تاعهم. اليوم تابعوا معنا مباشره حلقه خاصه من برنامجكم كاين الحل حول هذه الظاهره، لمتابعه هذه الظاهره ولتغطيتها والوصول الى، كنعاود ناكد، اجراءات عمليه مسؤوله اللي حماية المواطن من كل أنواع تلاعب والغش، وأيضا باش نحاولوا تيلا ما قدرناش غادي نخلفوا هذا المواطن على الأقل نشرحوا له أشنو طرا باش العام الجاي العيد يكون في أحسن الظروف وتكمل الفرحة ديال كل المغاربة في هذه المناسبة الدينية، هذه المناسبة الاجتماعية واللي عندها أيضا وقع على الميزانية الأسرة، باش ما يتشمتش وباش ما تدارش به كيف خلاها حسين السلاوي حدا راسك لا يفوزوا بك القومان يا فلان. كنزة انت طرات لكم، راه عرفتي انا يوميا كنكتشف حالات وحالات جديده انتما طرات لكم في الاسره. في العائله ديالي انا خالتي رمات ثلاثه ديال الحواله كلهم يعني ديالها ودولادها، وبين كنتي كتعاوديه عندها زوج البنات مزوجين وجوج الوليدات مزوجين، كلهم جابوا الاضحيه ديالهم اربعه ديال الحواله، ثلاثه شراوهم من منطقه وحده لاحوهم كاملين فازو غير بداك الحولي، وهما عائله كبيره يعني، وهاد الناس راه مكلفين على راسهم وما خفكش من بعد العطله يعني الثلاجه خاويه بزاف ديال الحوايج مصاريف، ولكن انا شفتها من واحد الناحيه ديال انهم هما ضحاو باش يتقربوا من الله سبحانه وتعالى وصبروا على البلاء، اكيد الله غادي يجازيهم يعني خير الجزاء تماما اكيد، ولكن احنا ايضا بغينا افعال ضروري، بغينا خصنا نعرفوا علاش تماما بغينا هادشي. ربما نعطيه ايضا واحد البعد علمي وطبي ومقنن باش ما نبقاوش طبعا غير في هذا الجانب هذا، وحتى التدخل اختي سناء، لان دابا بزاف ديال المواضيع بحال هكا بحال دابا ملي كنهضروا حتى على الاعشاب مثلا كنهضروا على هادشي ديال البيطاره فكيولي تطافن ما بين يعني كتقول لك وزاره الصحه انا ماشي اللي مسؤوله، وكتولي وزاره الفلاحه انا ماشي مسؤوله، ولكن ملي كتولي الصحه ديال المواطن اذا خصنا كنا نتحدوا يعني، لا وزاره الصحه ولا وزاره الفلاحه ولا اي مصلحه معنيه ولا مثلا الجماعه المقاطعه، يعني كل شيء خصو يتحرك، وخاصه في هذا العيد كيجينا عيد مره واحده كنحتفلوا به وعيد مره واحده نحاولوا كنا نديروا اليد في اليد المواطنين حتى هما باش هذا العيد يدوز بخير ويدوز الامور كما بسلام. ودائما انا مازال كنقول كما هضرنا اختي سناء دائما كنهضروا على العشوائيه، هضرنا على العشوائيه في المجال الطبيعي، هضرنا على العشوائيه في بزاف ديال المجالات، هي كاينه عشوائيه في بيع الغنم وعشوائيه في هذا في المناسبه الكريمه حتى هي فيها عشوائيه، حيت كما كانت الشخصة تكون واحد المراقبة، وكما قال المداخلة ديال السيد اللي مكلف بمصلحة المستهلك اللي قال لك خاص يكون الترقيم، فهذا الشيء كل شيء خصنا حنا نديروا جهود ونديروا اليد في اليد باش يولي هذا الشيء، وان شاء الله العيد الجاي كل شيء عيد بخير وما يتبقاش بلادنا فيها بحال هذه الامور. ولو الكثير من الناس كيتكلموا على لي زونتيبيوتيك. نعم. الشوك او الحقن اللي كتضرب واللي هي المفروض كتعمل يعني بتوصيات من الوزاره او القطاع المعني. نعم. ولكن ما تحترمش المده ما بين النهار اللي كدار فيه وشحال د الوقت من بعد عاد يقدر هذاك الكبش او ديك العجل او يتستهلك. اكيد انت كدكتور. نعم. صيدلي شنو هي المده المفروض اللي كيتم احترامها؟ فالعجل ملي كان نعطيه الشوكه ديال المضادات الحيويه خصنا 28 يوم عاد كندبحوه. هذا العجل. نعم. والحولي وبالنسبه للحولي والماعز 42 يوم. 42 يوم. شوف دابا اش كيديروا الكسابه، كاين بعض ما كنعممش ولكن كاين بعض النوع ديال الكسابه اش كيدير، حتى كتبقى 7 ايام حتى كتبقى 10 ايام من العيد عاد كينوض كيعمروا بالشوكات ديال الانتيبيوتيك، عاد كينوض يعمروا بالفيتامينات، عاد كينوض يعمروا بمواد مقويه، وكاين اللي كتوصل للفانيد اللي هضرنا عليه ديال الدردق اللي درنا عليه حلقات وحلقات باش كينفخ هاد الحولي، ولا هاد الحولي كيبان راه هو صحيح وسمين. نعم. وسيمانه 10 ايام كينوض كيدبح،
إذن الانتيبيوتيك ما تفرقش بطريقة طبيعية في الفدات والانتيبيوتيك يتحول إلى بكتيريا. واش الانتيبيوتيك اللي كيتضرب حيت هذوك المواشي كيكونوا مرض ولا غير الوقاية؟ لا الوقاية، لأن كاينين لأن الماشية كتقاس بالبكتيريا، غير هي كيكون علاجها خاص تكون واحد المتابعة. والعيد راه الناس عارفين فوقاش غيجي هو كيخليك يرعى حتى كتقرب سيمانه 10 ايام عاد كيبدا ليه بهاد لي تريتمون هادو. واحد السؤال، اذا كاين ربما ايضا جهودات ومبادرات اللي خصها الدار ايضا لمرافقه اصحاب المواشي وهاد الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال الفلاحي، باش حتى هاد الشيء ربما راه خاص توعيه وخاص تقنين. الصيدلي كيهم يشوف هاد الامور، اللي هو اللي عنده درايه بالادويه خصو حتى هو يكون مرافق لهاد الشيء.